فيها تعابير مختلفة للفنانين التشكيليين، وكل واحد يعبر بطريقته، وفيه مختلف المدارس بما في ذلك الديجيتال. فلذا قلنا تعابير مختلفة، يعني هو بين فنان وفنان فيه ديجا تعبير وتعبير. وإذا عندما يكون 12 فنان ب 87 لوحة ما يقدر يكون إلا تعابير مختلفة. نخدم بوكو بلوس على المرأة، والمرأة محورة نحورها على حسب شخصيتي، الشيء اللي نحب نبرزو فيها سورتو العينين، لابسونس تاع الفم، دوبي تاع التسعينات. كنا عندنا ماده حبوا احنا الفنانين التشكيليين دخلونا في الديجيتال، وكاينين فنانين ابدعوا فيها، من بينهم في ذاك الوقت كان عمار بوراس وابدع في الاسبوع. انا نشوف اللي كاينين ناس اللي فنانين اللي قدروا مدوا بصمه. حياتي كاع وانا في لابانتور، في ليزاتيلي تاعي ونخدم لابانتور جوتوج، واش هذا الديجيتال رحت ليه باسكو سي بار اوبليغاسيون بالسيف عليا. وعلاش؟ باسكو ما عنديش لي موايا، وحده ما عنديش ان اتيلي باش نخدم لابانتور تاعي، ما عنديش يعني ان اندروا وين نعبر عليه، باسكو نحب لابانتور اكثر من الديجيتال. فاهم؟ سي بور سا رحت الديجيتال، يقبضني الديجيتال، يقبض ان ميكرو ان بيرو ونخدم، ما يقدرليش الاسباس بزاف. الفنان كي يرسم اللوحه تاعو راه يبعث فيها جزء من الروح نتاعو، ما يوقعش اللوحه حتى يحس ان الروح هذيك تجسدت مع الصوره. والذكاء الاصطناعي مستحيل يروح لهذا المدى، راح يمد تعميم اللوحات ديجا جازت، ما يقدرش يدير كرياسيون.